بكل فخر نتحدث للعالم كله عن النموذج السوداني اللي هو نموذج قائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي تعمل في انسجام كامل مع كل التحديات. لما تنظري للمنطقة العربية والأفريقية حولنا، نحن ما دايرين بلدنا يتحول لنماذج زي بلدان كثيرة كليبيا واليمن وسوريا. نحن خططين نموذج يستطيع أن يقدم تجربة متفردة، وأعتقد تتوفر لها كل أسباب النجاح لهذه الشراكة، شراكة قائمة على مكونين في محلات أخرى أدت لدمار تلك البلدان، لكننا نبنيها بثبات وثقة. وأعتقد يعني سوف تدرس هذه التجربة في جامعات العالم لما لها من تمايز وتفرد، وحقيقي فيها يعني كثير من الدروس والعبر التي يمكن أن يستفيد منها بقية العالم. نحن في بوت واحد، في مركب واحد، وأعتقد يعني مصير مشترك، ونعمل بإخلاص وجد لإنقاذ هذا البلد. وبكل تأكيد يعني نحن حريصين على أننا ننجز هذه الفترة الانتقالية بكل تحدياتها، ونضع لبنات صلبة لبناء سودان ديمقراطي. هو مش جهاز المخابرات لوحده بقدر ما أنه نحن في حاجة لإجراء إصلاحات هيكلية في كل المنظومة الأمنية، وأنا أعتقد فرصة تحقيق السلام توفر مناخ ملائم جدا لخلق أجهزة أمنية، إذا كانت القوات النظامية بكل أشكالها وتركيباتها، الجهاز المخابرات والشرطة، فإننا نرفض بدماء جديدة، نخلق مناخ وجيش بعقيدة جديدة، أجهزة أمنية قومية بحق وحقيق، كل سوداني وسودانية يكون شايف روحه فيها. الوثيقة الدستورية أعطت تبعية جهاز المخابرات للسيادي والتنفيذي، يعني أعطت الجيش بالكامل مؤسسة القوات المسلحة للسيادي والداخلية والشرطة للتنفيذي، وجعلت تبعية جهاز المخابرات مشتركة، فمع بعض مع أخواننا في السيادي بنستطيع نشوف يعني نعمل في شنو. أنا أقصد هنا يعني مش الإقالة، الإقالة ده أسهل جزء فيها، لكن الإقالة وما بعدها يعني استبدال وزير بيتم بالتشاور وبال يعني بنفس الطريقة اللي تم تعيينهم بها. في الوضع الحالي وزير الداخلية سلطاته محدودة جدا فيما يتعلق بتبعية الأجهزة الشرطية بمختلف تكويناتها، ونحن شغالين في هذه الأيام بأننا نضع قانون جديد للشرطة يسمح بكل ذلك، مش سلطات ودور وزير الداخلية فقط، إنما دور الشرطة في ظل النظام الديمقراطي. لو وصلنا لقناعات إنه هذا الوزير أو ذاك يعني نستطيع أن نغير الأداء في تلك الوزارة أو غيرها برفضها بدماء جديدة بتغيير، ما حنتوانى في المسألة دي، لكننا نعمل كفريق واحد. بمجرد ما عرفنا بالأحداث اللي حصلت في الجنينة تحركنا وبدأنا تحرك جاد، كوننا لجنة تحقيق، أرسلنا طوالي وفد من كل الأجهزة النظامية،
وكان هدفنا الأول إنه حق دماء مواطنينا وإيقاف هذا النزيف. أترحم على أرواح الضحايا من الطرفين. وبعد ذلك نحن بوفد عالي جدا في نائب رئيس المجلس التغالي السيادي والنائب العام وزير العدل كل الأجهزة الحكومية رئيس هيئة الأركان مدير عام الشرطة مدير المخابرات ده كله بهدف إننا نحن نقضي على هذه الفتنة في بعدها. يجب أن يستطيع هذين المكونين والمكونات الأخرى على التعايش مع بعض والعيش في سلام. وأنا أعتقد بما لنا من إرادة كحكومة وكمكونات مجتمعية هنا بنقدر نحل هذه المسألة. المنهج الذي اختطيناه في معالجة ما حصل في الجنينة نتمنى أن نستصحبه في كل الأحداث الأخرى، واللي هو منهج يقوم على سيادة حكم الغموم. نعم هنالك دور كبير للإدارات الأهلية للتقاليد المجتمعية تقاليد الأعراف والصلح، لكننا لن نتهاون في مسألة الغموم. كل من يرتكب جرم سوف يجد جزاؤه في محاكم عادلة. لذلك نقضي على مسألة ارتكاب جرائم خاصة جرائم القتل، يجب أن تتم محاسبته بشكل صارم، وسوف نفعل ذلك. الحرية والتغيير هي تحالف عريض، تحالف يعني نجح في وقت وجيز من تشكيله في هزيمة الدكتاتورية، ونتيجة لأنه هو تحالف عريض بكل تأكيد يعني هو ما حزب واحد، هو يعني خيمة كبيرة فيها كل أغلب مكونات شعبنا، والحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي، وهي التي تقود هذا التغيير. وبكل تأكيد نحن بنعمل بانسجام، وأي عمل مشترك بتحصل فيه بعض الاتفاق والاختلاف، لكننا بكل تأكيد نسير في الاتجاه الصحيح. بذلت جهد كبير في حل هذه المسألة خاصة في الثلاث أربع أيام الأخيرة. هنالك أشياء كان يمكن تداركها، لكن هي أنا في تقديري يعني ما ممكن تكون أشياء يعني تحسب على مكون أمني فقط، مسؤولية مشتركة. ونحن زي ما قلت لك في بداية حديثي شكلنا لجنة تحقيق ما حتخلي أي موضوع ما تصل له، سواء كان تقصير من الجهات الأمنية أو جناة أو ناس ارتكبوا هذه الأفعال، سوف نصل لذلك. لا أعتقد أن هنالك أي خارجية بالمعنى يعني من خارج السودان، يعني هنالك تراكمات يمكن تكون جزء منها تركة النظام السابق، لكن ما أفتكر يعني نحن جاء الوقت إننا نعالج قضايانا كسودانيين وما نعلق في أي شماعة. كل التعقيدات والتحديات بناء السلام نحن واثقين جدا إننا نسير في الاتجاه الصحيح. هنالك صعوبات موضوعية تتعلق بأشياء كثيرة مرتبطة ب تعقيدات تعدد المسارات، لكننا كلنا نتفق أنه معالجة السلام في هذه المرة يجب أن يعالج جذور الأزمة. التركيبة اللي خدتناها لموضوع السلام كما تعلمين ترتبط بخمسة محاور رئيسية: قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الترتيبات الأمنية، القوانين والتعويضات، مسألة
شكل الحكم والإدارة والعون الإنساني. أعتقد هي تسير بشكل مرضي مع كل التعقيدات المحيطة بها. بكل تأكيد الاقتصاد هو مسألة ما بتتعالج هذه التركة 30 عام، لا يمكن حلها بين يوم وليلة. نحن كل همنا أنه نبدأ في الاتجاه الصحيح ونبني عليها، في وقت وجيز نستطيع أن نضع اقتصادنا في المسار الصحيح ونبني على ذلك. نحن ما هنكذب على شعبنا، شعبنا صبر وصارع 30 عام، نستطيع مع بعض أن نصبر شوية الوقت اللي قدامنا مع بعض، بنقدر نبني ونحقق المعجزات. أنا باستمرار أكرر إن السودان بلد غني، نحن لا نحتاج للمعونات والهبات. لو قدرنا اقتصادنا ده بشكل حصيف وجاد نستطيع أن نحقق المعجزات. هذه الميزانية التي أجيزت قبل أيام فيها صندوق للإعمار والتنمية والسلام من موارد ذاتية بما يقارب 10 مليار، هذه بداية، لكننا بكل تأكيد نطمح للمزيد بقدراتنا الذاتية وبمساعدة ومعاونة الأشقاء والرفقاء. بنعتقد أنه نحن بنجهز ونحضر لمؤتمر المانحين في حوالي شهر أبريل القادم. بعتقد والمجتمع الدولي سوف يساهم معنا بشكل كبير، لكننا نعتمد في المقام الأول على مواردنا الذاتية، وما يجيبه ويرفض المؤتمر للمجتمع الدولي هو زيادة خير زي ما نحن نسميها في السودان. بكل تأكيد مسألة رفع العقوبات الأمريكية تظل هي المفتاح للاقتصاد السوداني، باعتبار أنه نحن يعني بنينا كل مسألة إننا نغير الواقع الاقتصادي بأن نخلق مناخ جاذب للاستثمار في السودان، وذلك لن يتم حتى يتم رفع هذه العقوبات، لأن هي معطلة كل أشكال التواصل مع السودان، إذا كان ذلك مع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد أو حتى الاستثمار الخاص. ما لم يتم رفع اسم السودان من هذه القائمة نظل محاصرين. لكن أعتقد ما تم من حوار ونقاش جاد مع الإدارة الأمريكية بمختلف إداراتها أو الأجهزة المختلفة فيها يسير في هذا الاتجاه. كل تأكيد نحن ساعين وبدينا في أننا نعمل بشكل جاد لإرجاع الأموال المنهوبة. هذه أموال الشعب السوداني ومن باب أولى أنها ترجع. الدعم هو مرتبط بما يعرف في علم الاقتصاد بالاقتصاد السياسي للدعم، عنده قضايا كثيرة جدا مرتبطة به في الشق الاقتصادي والشق السياسي، وديل لازم يتكاملوا مع بعض، أي خلل في واحد فيهم بيأثر في الثاني. لذلك نحن لما قررنا تجميد النقاش في هذه المسألة في هذه السنة، واتفقنا مع قيادات الحرية والتغيير على قيام مؤتمر اقتصادي قومي بنهاية مارس، بدينا الفرصة في أنه نتناقش بشكل جدي ونصل لتفاهم حول هذا الموضوع، واللي هو ما عنده يعني إجابات سهلة ومبسطة، فيه من التعقيد وفيه من يعني القضايا
اللي محتاجة فعلا، لأننا نشتغل فيها مع بعض ونصل فيها لتوافق مع شعبنا. بكل تأكيد يعني واحدة من الأولويات العشرة للفترة الانتقالية هي تحقيق العدالة، ونحن بدينا ذلك بخطوات جادة وواثقة، ابتدت ببناء أجهزة عدلية مستقلة تتمتع بقدر كبير من المصداقية والشفافية، تعيين رئيس القضاء، تعيين نائب عام، وبدت خطوات نفتكر يعني كبيرة في هذا الاتجاه. ونحن كجهاز تنفيذي دارين نخلق ونأسس لتقاليد تحترم استغلال القضاء، ما نتدخل في ما يجري في هذه المؤسسة. الترتيبات لتشكيل التشريعي وتعيين الولاة شغالة يعني بطريقة يعني موازية للنقاش حولها مع قوى الكفاء المسلح، وأنا أعتقد في وقت وجيز ممكن يتم إنجاز هذه المسألة. واللي بغرر في النهاية دي في نهاية الأمر هو شعبنا ونحن مع خياراته.